تعال نروح لزميلنا كريم احمد ونشوف اخر الاجواء ايه من فندق الاقامه قبل ما يروحوا اللعيبه على ملعب المباراه. اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. تحدي صعب وكبير جدا النهارده في ظل الضغط الرهيب الحقيقه على فريق النادي الاهلي، ضغط واصابات وظروف محيطه بالفريق مستحيله الحقيقه، بتتطلب مجهود كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللاعبين على المستوى الذهني والنفسي والتحضيري وايضا كمان التدريبي، كل الامور الحقيقه فيها صعوبه بالغه على فريق النادي الاهلي. لكن يا كابتن ايمن انت عارف يعني في كل مره هناكد على هذا الامر، كل الامور دي يا رب ان شاء الله تكون دوافع كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي، عارفين ان المجهود كبير جدا والتضحيات كبيره جدا واللود عالي جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن ثقتنا كبيره جدا فيهم وفي شخصيه النادي الاهلي وفي الروح والاصرار المعتاده، ويا رب ان شاء الله باذن الله جمهورنا يكون ايضا كمان مستوعب هذا الامر. جمهور النادي الاهلي اعظم جمهور واحنا بناكد على هذا الامر، لان على الحلو والمر ما عدا مش كلام، دي حقيقه. اما بنشوف في الاخفاقات بنشوف جمهور النادي الاهلي بيساند ازاي، بيدعم ازاي، بيأزر اللعيبه ازاي في الانتصارات، يعني الامور بتكون كلها الشعب المصري بيكون كله فرحان. فعشان كده رهننا الاول والاخير على جمهور النادي الاهلي في مساندته الكبيره للاعبين، لمجلس اداره، للنادي الاهلي بشكل عام، لان المرحله دي محتاجه للتكاتف ومحتاجه للصبر ومحتاجه التضحيات الكبيره جدا من اللعيبه النادي الاهلي وايضا كمان من جمهور النادي الاهلي المساند والداعم والصبور على فريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله مباراه اليوم تكون من نصيب النادي الاهلي بثلاث نقاط. ما نقدرش نتكلم على الاداء في ظل هذه الظروف، احنا بيغيب عننا اكثر من 11 لاعب، 11 لاعب بيغيب النهارده عن صفوف فريق النادي الاهلي في اماكن حساسه. يا رب يا رب النهارده يعني مستر ريكاردو المدير الفني يقدر ان هو يوظف عدد من اللاعبين في اماكن غير اماكنها، ويكون عنده ايضا كمان بدلاء يقدر ان هو يستفيد بيهم على مدار ال 90 دقيقه، لان كره القدم فيها ثوابت وده امر مهم جدا، لكن فيها متغيرات كبيره جدا على فريق النادي الاهلي، وده اللي احنا بنتكلم عليه. المتغيرات ممكن تكون في اصابه، ممكن لعيب يكون جاهز في فندق الاقامه، من فندق الاقامه حتى ملعب المباراه ممكن اي لعيب يشكي من اي حاجه. فعشان كده الامر صعب جدا على الجهاز الفني وايضا كمان على اللاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله الثقه الكبيره اللي احنا بناكد عليها مع لعيبه النادي الاهلي ومع الجمهور في هذه الظروف المستحيله والصعبه جدا على فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تترجم بثلاث نقاط يكونوا مهمين جدا لفريق النادي الاهلي في مشوار بطوله الدوري العام. مش هنتكلم على حسم الدوري، الدوري انتهى، طول ما المباراه في الملعب كل الامور ان شاء الله تكون متاحه، ويا رب ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يستفيد من كل المباراه بدون اصابات. يا رب ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تطلع بدون اصابات، ده اللي احنا بنتمناه ان شاء الله من لعيبه النادي الاهلي، لكن الظروف بتحكم يا كابتن ايمن. احنا طبعا متواجدين في فندق الاقامه كالعاده، طبعا التحضيرات الخاصه لمستر ريكاردو سواريش المدير الفني، المحاضره الفنيه الاخيره اللي اكد اكيد الراجل عليها في كل الامور الخاصه طبعا بفريق فاركو، طبعا الثغرات، نقاط القوه، الضعف، المهام، الواجبات. الراجل بيحاول ان هو يبذل كل ما يستطيع من قوه الحقيقه في التدريبات، بيحاول ان هو يرجع اللاعبين للريكفري، لكن محتاجين وقت، محتاج ريكفري يوم واثنين. انت بتاخد ريكفري ثم بعديها تدريب اساسي بسيط جدا وبتدخل بمعنويات كبيره جدا وايضا كمان بتخش باصرار كبير جدا في كل مباراه، مباراه خارج القاهره، مباراه داخل القاهره، امر صعب، لكن ان شاء الله باذن الله الظروف المتاحه مع فريق النادي الاهلي والصعوبه البالغه في هذا التوقيت ان شاء الله باذن الله تترجم بقوه، بقتال، بروح، بشخصيه، باصرار، بكل الامور دي ان شاء الله نشوفها النهارده في 90 دقيقه تكون من نصيب النادي الاهلي. طاقم التحكيم النهارده ان شاء الله زي ما اتمنينا التوفيق للاعبين، وبناكد على هذا يا رب حكامنا النهارده تكون مركزه بشكل كبير جدا، كابتن احمد الغندور والكابتن محمود عاشور. كابتن احمد الغندور طبعا حكم ساحه، والكابتن محمود عاشور حكم الفار. كابتن محمود عاشور محتاجين تركيز بشكل كبير جدا، كابتن احمد الغندور لو كابتن محمود قال اي حاجه لازم ترجع له، لازم يكون في ادراك لهذا الامر. نبص على الكوره اثنين وثلاثه حتى لو صعبه، الوقت ما فيهوش مشكله خالص، لكن النادي الاهلي عايز حقه مهما كانت النتيجه. المكسب والخساره بتترك لربنا سبحانه وتعالى، لكن تاخد حقك ثم بعد كده تدور على المكسب والخساره. ان شاء الله باذن الله نكون مستمرين معاك كابتن ايمن طبعا كالعاده من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه لتشكيل الاجواء، حضور طبعا الجمهور اللي رهننا عليه كبير جدا ان شاء الله في هذا التوقيت يكون متواجد في استاد الاهلي، والسلام هتافه ومؤازرته وتشجيعه ان شاء الله باذن الله توصل لعيبه النادي الاهلي، ولعيبه النادي الاهلي عليها دور كبير جدا في المرحله كلها وليس هذه المباراه. ان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح لفريق النادي الاهلي، ويستطيع النادي الاهلي الحصول على ثلاث نقاط هيساعده بشكل كبير جدا في المشوار ولكل حدث حديث بعد كده. كابتن ايمن شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم. زي ما قال كريم الدوري مازال في الملعب،